شو رايكم في اللوحة الجديدة؟ حبيبي انت ما في لوحة بترسمها الا بتكون حلوة. طبعا يعني هذه طبيعة تطور الفنان. تصوروا انا اذا كررت نفسي في لوحة راح ابطل رسم. ايه بس انا ما راح اخليك. انت بتضلي بقلبي. شفنا مطرح عندك يا فنان. شوف بلشت الغيرة. حبيبتي الغيرة من زمان موجودة. بعدين اللي ما بده يغار عليكي. على مين يغار؟ يا ولد. هي تعلم من ابنك، تعلم. ايش اتعلم من ابني؟ اسألي مين اللي علمه. طبعا. بعدين انا يا ام سامي راسمك في خيالي حلم ما بخلص. لا ما بدي ترسمني بخيالك، بدك تعطيني هدية عن جد؟ ارسمني على مراي عشان تشوفني كل يوم. لا لا ابعديني عن المراي. انت بعدك يا عمو بتتشائم من المرايا وكسر المرايا. لا لا انا هسه ما بتشائم، هو في كل عصر فكروا بالمراية بطريقتهم. يعني الاغريق كانوا بتشائموا من كسر المرأة، الاوروبيين قالوا انه سعرها غالي، بس انا بخاف على المراية لاني راسم عليها احساسي وفكري. عرفتوا ليش بخاف؟ اذا هيك كلنا بنوافق. انا اول وحده.